السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دي أول مرة تبعد فيها عن بيتك عشان تبتدي حياتك في الكلية، فأول حاجة هتحسها إنك عايش في غابة. أنا عارف إن الأمر صعب عليك، بس ما تقلقش، طالما معاك دليل البقاء على قيد الحياة في السكن الجامعي فكل حاجة بالنسبة لك هتبقى تمام. وعشان تتجنب إن يجيلك الضغط والسكر لازم تتقبل حقائق كونية جديدة، يعني زي ما الأرض بتدور حول الشمس زي ما هتلاقي زمايلك في السكن بيستخدموا حاجاتك الخاصة. طبعا هيكون في أوقات تتضايق فيها من الناس اللي حواليك يوميا، فده أمر طبيعي تماما. فبدل ما تتعصب وتتجنن، كل اللي عليك إنك تريح نفسك، فده أمر حتمي. اعمل نفسك نايم، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك هندي، أو تبين لهم إنك مش مهتم بس بطريقة معينة، يعني مثلا تلبس الهاندي فري قدامهم مع نظرة يائسة. دي تلميحات خفيفة تبين إن الحاجات دي خاصة ومعظم الناس تقدر تقرأ التلميحات دي. رقم 1، احمي المج بتاعك. طبعا معظمنا بيكون ليه مج مفضل بالنسبة له وما بيحبش حد يشرب فيه غيره. عايز اقولك انك لو حطيته حتى تحت السرير هيتجاب وهيشربه فيه. الحل الوحيد هو انك تحطه في المكان بتاعه عادي وتقفل عليه بقفل صغير تقدر تجيبه من عند اي محل عجل. رقم 2، لما تيجي تغسل هدومك دور على حد من صحابك تغسل معاه هدومك، بدل ما كل واحد يغسل هدومه لوحده، فكده هتقدر توفر في الوقت والمجهود وحتى في مسحوق الغسيل. ده غير ان ده هيوفر فرصة كويسة لتكوين صداقات بسرعة. بس ما تبقاش معفن وتحط شراباتك وبوكسراتك مع الهدوم دي، الحاجات دي بتتغسل لوحدها طبعا. وبرضو الشخص اللي هيغسل هدومه معاك خلي بالك لا يكون بيعمل فيك الحركة المعفنة دي. رقم 3، استفاد كويس من الاستشوار بتاعك. اوقات ما بيبقاش عندك وقت تغسل عشان عندك محاضرة بعد تلت ساعة مثلا، والزنقة الحقيقية انك ما تلاقيش شرابات نظيفة. في الحالة دي تغسل شرابك في الحوض على السريع وتعصره عشان تصفي اي مية فيه وتحطه من الفتحة بتاعته في الاستشوار وبس كده يا معلم. بالطريقة دي تقدر تغسل شرابك في 3 دقايق. رقم 4، ما عندكش مكوى؟ مش مشكلة. طب تعمل ايه لما تكون هدومك كلها مكسرة عشانك ما بتعلقهاش زي خلق ربنا وسايبهم مرميين في كل حتة في الأوضة؟ لو ما عندكش مكوى فكل اللي عليك انك تحط شوية ماء سخنة على المناطق المكسرة وتسيبها تنشف، او ممكن تعلقها في الحمام وانت مثلا بتاخد دش سخن. وبما اننا بنتكلم عن الحمام، اوعى تنسى تجيب شبشب للحمام، الشبشب ابو وردة ده طبعا عارفينه. انت مش بتتشارك مع زمايلك السكن بس، انت بتتشارك الحمام كمان معهم، وشبشب الحمام ده يعتبر اهم حاجة الا لو كنت عايز تربي فطريات من صوابع رجلك. رقم 5، دور على العروض الخاصة للطلاب. طبعا الحاجات دي محدش بيهتم بيها، بس انت دلوقتي طالب لازم تستغل كل الفرص عشان توفر فلوس. يعني المطاعم وبعض النوادي بتوفر عروض خاصة للطلاب، غير ان بعض المواصلات برضو بتوفر اشتراكات باسعار رخيصة للطلاب. وعلى فكرة بيكون في اماكن وخصومات حلوة كتير، بس انت اهتم بالموضوع ده. رقم 6، حاجات ببلاش. اول حاجة لازم تعملها لما توصل البيت الجديد هو انك تدور. دور في كل حتة في البيت، هتلاقي حاجات سايبها الطلاب اللي كانوا ساكنين قبلك، وصدقني هتلاقي حاجات مفيدة كتير، وكل ده ببلاش يا معلم. ممكن تلاقي اي حاجة، ممكن تلاقي مثلا كتب او مذكرات خاصة بالدراسة بتاعتك، وممكن برضو تلاقي اكل معلب زي التونة مثلا. طبعا تتأكد من تاريخ الصلاحية الاول. رقم 7، شارك في أكبر عدد ممكن من الأنشطة والحفلات في الكلية بتاعتك. دايما هتلاقي أنشطة ومسابقات بتحصل في الكلية، ما تتجاهلهاش وتفضل قاعد زي البطريق في البيت. كل ما نشاطاتك بتزيد كل ما هتلاقي فرص أكبر للتعرف على ناس جديدة، وكل ما شعبيتك هتزيد، ده غير المتعة طبعا اللي هتحس بيها. وممكن تلاقي فرصة كويسة تستكشف فيها موهبتك مثلا، أو ممكن ما تلاقيش، عادي جدا. رقم 8، اتأكد دايما من انك متابع كل الاخبار وكل الجديد اللي بيحصل على السوشيال ميديا. فاكيد انت مش عايز تبقى الشخص اللي قاعد وسط صحابك مش فاهم هما بيتكلموا في ايه. تابع كل الاغاني واي حاجة واخدها ترند على السوشيال ميديا، فالحاجات دي تقدر تفتح بيها مواضيع ومحادثات لا نهائية. رقم 9، حاولوا تطبخوا وتبعدوا عن الوجبات السريعة قدر الامكان. وطبعا ما تحاولش تطبخ وانت ما بتعرفش، شوف اكتر واحد من اللي موجودين بيعرف يطبخ ومسكوه المطبخ، وده في الغالب بيبقى ملوش دعوة بالتنظيف بعد الاكل. بس انتوا لازم تحافظوا قدر الامكان على الاطباق نظيفة، فتقدر تحط حتة بلاستيك على الطبق قبل ما تحط فيه الاكل، وتقدر ترميها بعد كده ببواقي الاكل اللي فيها، وهتكون ساعتها كل الاطباق نظيفة. 10، مفيش مشكلة لو قلت لا.
مش هيحصل حاجة يعني لو قلت لا لأي حد مثلا بيقولك يلا نخرج وانت عايز تنام او عايز تذاكر مثلا. تذاكر؟ ايوه ايوه. وبرضو تعلم تقول لا لما زميلك يطلب منك فلوس سلف للمرة التالتة وهو اصلا ما بيرجعهمش. ما تبقاش انطوائي وتخاف انك تقول لا. ما تقلقش، قول لا بكل جراء، فدي كمان مهارة عظيمة للحياة بعد كده عموما. وبس كده انا جبت لكم شوية نصايح تنفعكم في الحياة الجامعية. انا مش عايز اقول كل فيديو اعمله لايك وبتاع، مع ان الكلام ده والله بيجيب نتيجة. انا عارف ان لو عجبك الفيديو هتعمل لايك من نفسك من غير ما اقولك. واشوفكوا الفيديو الجاي على خير. مع السلامة.